طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة. لقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم غدت واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. لنبكي لها يا بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة. يستاهل مسلم. لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة. بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة. ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة. يا أهل أنك لم ترو من شربتي لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا طائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك. إمام مسلم. رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة. وسحبا تجر بأسواقهم. أيوة مسلمة. وسحبا تجر بأسواقهم
ألست أميرهم البارحة؟ ينجار 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 عاد ليستجير يكون ينجا يا يار وعن شتل حليف الشرف ينجار ينجار صدق مسلم بوسط السوق صدق مسلم بوسط السوق ينجار 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 وتتنومس بشتل علوج وميه وتتنومس بشتل علوج وميه. رحمة الله على ملا علي بن فايز شي يقول؟ يقول تمنيت حاضر يوم حرب الغاضرية يوم انت صك جموعهم بالسمهرية وزينب وزينب تنادي راحة رجالي سوية أفنى أهلنا السيف ما بقى لنا رجاء ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. للحياة الطيبة مفاتيح كما تعلمون، وقد ذكرت الآية الشريفة مفتاحين: مفتاح العمل الصالح ومفتاح الإيمان. من عمل صالح، العمل في الإسلام له قيمة عالية جدا، والمؤمن لا يمكن أن يصل إلى السعادة إلا من خلال العمل الصالح. ولذلك يولي الإسلام ويولي القرآن أهمية خاصة للعمل الصالح. عدة آيات تعرضت إلى موضوع العمل الصالح. هناك ترغيب وترهيب القرآن، ترغيب وترهيب. آيات إذا وقفنا عليها متأملين نجدها من جانب ترغب ومن جانب تحذر. حينما يقول الباري عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه فيها بشارة، يعني أعمالكم التي تأتون بها بنظر الله عز وجل رسول الله يشهد عليها،
الأئمة عليهم السلام شاهدون عليه. لكن من جهة أخرى أيضا فيها تحذير، يعني أيها المؤمن إذا قمت بعمل فعليك أن تحذر أشد الحذر، لأن الله عز وجل هو المراد. آية أخرى، هذه الآية استوقفتني كثيرا، ولعلي أستغرق الحديث في بيان النكات المتعلقة بها. يقول الباري عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لاحظوا الآية الشريفة تشير إلى مسألة العمل. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني الأعمال التي جاءوا بها قبل الموت هي مسجلة مثبتة في القرآن الكريم. يعني اللي يراجع آيات القرآن الكريم، هي اللفتة الجميلة أشار إليها العلامة الطباطبائي على الله مقامه في كتابه الميزان. يقول: هناك ثلاثة أنواع من الكتب يوم القيامة، ليس كما يتصور البعض الكتاب واحد فقط وهو الكتاب المخصص لتسجيل أعمال الإنسان. يقول: لا، ثلاثة أنواع من الكتب أشارت إليها الآيات المباركة. النوع الأول هو النوع المعروف، كتاب يسجل فيه أعمال الإنسان، كل صغيرة وكبيرة تسجل في ذلك الكتاب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. شوف، هذا الكتاب يسجل فيه كل صغيرة وكبيرة يقوم بها هذا الإنسان، هذا النوع الأول من الكتب. النوع الثاني الكتاب المختص بالأمة، كل أمة لها كتاب. يقول القرآن: كل أمة تدعى إلى كتابها. شوف، هذا الكتاب مو كتاب فردي، هذا الكتاب مختص بالأمة. أمة نوح سلام الله عليه لها كتاب، ماذا صنعت الأمة مع نبيها نوح؟ يسجل فيه. أمة موسى سلام الله عليه لها كتاب، أمة عيسى، أمة نبينا محمد لها كتابها الخاص. ماذا صنعت هذه الأمة بالنبي صلى الله عليه وآله؟ ما الذي صنعته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كل مسجل. هذا النوع الثاني من الكتاب. النوع الثالث من الكتب يوم القيامة هو ما يصطلح عليه أحيانا باللوح المحفوظ أو الإمام المبين أو الكتاب المبين. في هذا الكتاب يسجل كل شيء من صغيرة وكبيرة تجري في عالم الوجود. هذا مو مختص بالإنسان، لا، ولا مختص بعمل الإنسان، كل ما يجري في عالم الوجود مثبت ومسجل في هذا الكتاب. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية المباركة التي قرأتها قبل قليل أشارت أيضا إلى هذا النوع، أشارت إلى كتابه، النوع الأول والنوع الثالث. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، هذا الكتاب الأول. وكل شيء، يعني مو فقط أعمال الإنسان، قبل الكتاب المخصص لي ولك، هذا فقط يسجل فيه أعمالي وأعمالك، أما الأشياء الأخرى المرتبطة بالكون ما تسجل.
الآية تقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا هو اللوح المحفوظ. ومن هذا اللوح يستنسخ، تستنسخ الكتب، يستنسخ حتى الكتاب، حتى كتاب الأعمال الفردي يستنسخ أيضا من هذا الكتاب كما صرح القرآن الكريم. على كل حال هذه ثلاثة أنواع من الكتب. في الكتاب الأول، طبعا لعل البعض يقول ليش ثلاثة أنواع من الكتب، يعني لتقريب الفكرة إلى الذهن. خب أنت الآن شوف حتى في الممارسات العادية الحياتية نشوف تنوع الملفات، مثلا على سبيل المثال كل مدرسة من المدارس لها ملف خاص في وزارة التربية، زين. كل طالب أيضا في المدرسة له ملف خاص، مو هذا؟ لاحظ الملف المختص بالطالب لا تسجل فيه الشؤون الخاصة بالمدرسة من تصليحات وصيانة و و و و، سجل فيه فقط وفقط جهود وأعمال الطالب، كما هو واضح. الملف المختص بالمدرسة لا يسجل فيه شؤون المدرسة. لاحظ تأخذ هاي كل الملفات مع المدارس وتحمل إلى وزارة التربية، في وزارة التربية هناك أرشيف يضم كل صغيرة وكبيرة، شوف هاي يسجل فيه كل الشؤون، مو فقط مدرسة واحدة أو ثنتين أو ثلاث، لا كل ما يجري في المدارس. شوف على كل حال أرجع للآية المباركة، آية فيها نكات لطيفة جدا. نكتب ما قدم، أي الأعمال التي قاموا بها قبل الموت، هذه تسجل تثبت في هذا الكتاب. وآثارهم، شوفوا بعض الأعمال لا تنتهي إذا انتهى العامل منها، بل تبقى آثارها. إن كانت آثار حسنة استفاد هذا الإنسان، وإن كانت آثار سيئة والمستجار بالله شقي هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المعروف يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أو في بعض الكتب أمله، إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية. شوف هذا الإنسان ليتصدق بصدقة جارية، هذا إذا مات ملف يبقى مفتوح، الملف هذا الكتاب كتاب أعماله يبقى مفتوح. ليش؟ ما دامت الصدقة الجارية تعطي مفعولها وأثرها يسجل له في ذلك الكتاب. سعد واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، كانت له أم كبيرة في السن وكان مشغولا برعايتها، يوم من الأيام بينما هو جالس معها وإذا بمنادي النبي صلى الله عليه وآله ينادي للخروج للجهاد. سعد كان متحسف يريد الخروج للجهاد، لكن خب إذا خرج للجهاد أمه راح تبقى لوحدها، الأم عرفت شافت ابنها وابنها هي المرب، يعني هي التي ربته، فتعرف من خلال قسمات وجه الابن تعرف، فعلمت الأم أن ابنها سعدا مشتاق للخروج للجهاد مع رسول الله. قالت بني، قال نعم. قالت أتريد الذهاب للجهاد مع رسول الله؟ قال نعم يا أمه. قالت انطلق،
على بركة الله. روح. قال أمه ومن يرعاك؟ قالت لا عليك، إن الله عز وجل سيتكفل، توكل على الله. روح. خرج للجهاد، انتهت المعركة، رجع النبي صلى الله عليه وآله منتصرا. وصل سعد المدينة يتفاجأ بخبر محزن، يتفاجأ بأن الناس في المدينة تعزيه، عظم الله لك الأجر بوفاة والدتك. المسكين وقف على قبرها يبكي متألم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله متأثر، يا رسول الله ماذا أصنع لأمي؟ من قبل كنت أرآها، أبذل جهدي لتحصيل رضاها، الآن ماذا أصنع وقد ارتحلت إلى العالم الآخر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سعد، إنك لتعلم أن الطريق الذي خرجتم فيه للجهاد ليس فيه ماء إلا قليل، شحيح الماء، فاعمد إلى حفر بئر وأوقفه لأمك. فعلا راح حفر بئر ماء، وسمي هذا البئر فيما بعد ببئر أم سعد، والناس تجي تأخذ من ذاك البئر الماء وهي صدقة جارية. هذا واحد. الثاني يقول النبي صلى الله عليه وآله: أو علم ينتفع به من بعده. يترك هذا الإنسان علم نافع، هذا العلم يبقى يستضيء بنوره الناس، الأجيال تستضيء بنور هذا العلم، ما دام هذا العلم باقي يعطي يسجل لصاحبه من رحمة الله عز وجل، يعني باب واسع من أبواب رحمة الله عز وجل بالإنسان. أو ولد صالح يدعو له. شوف هنا تتضح أهمية مسألة تربية الأولاد، مسألة تربية الأولاد تتضح أهميتها هنا. ولد صالح، اترك ولد صالح، هذا الولد الصالح بمثابة الصدقة الجارية لك. اتعب نفسك أيام قليلة، تتعب نفسك لتنشئة جيل صالح، بعد ذلك ترتاح، لأن هذا الولد الصالح يدعو لك. إذن وآثارهم، أي الأثر الذي يبقى للأعمال الصالحة. زين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بعض الروايات المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم تصرح أن المقصود بالإمام المبين علي بن أبي طالب سلام الله. النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية يقول: الإمام المبين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أودع الله فيه علم كل شيء. قد يقول قائل: كلمات المفسرين تتعارض مع ما هو موجود في الروايات، حتى مفسرين يقولون الكتاب المبين، الإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي أودع الله فيه تبيان كل شيء، علم كل شيء في عالم الوجود. طبعا هذه الروايات تصرح أن المقصود الإمام أمير المؤمنين والإمام المبين. أقول لا تعارض بينه. ليش؟ لأن الولي المعصوم هو مرآة لما هو في اللوح المحفوظ. الإمام المعصوم مرآة لما هو في اللوح المحفوظ، ولذلك إذا أردنا معرفة شيء نأتي إلى الإمام المعصوم، الإمام المعصوم يبين ذلك الشيء.
خب ما سئل المعصوم عن مسألة إلا وأجاب. إذا أراد أن يعلم بالشيء علم به كما يقول الشيخ المفيد على الله مقامه. معصوم إذا أراد أن يعلم بالشيء علم به، لأن له اتصال باللوح المحفوظ، له اتصال باللوح المحفوظ. وهذا مو مستغرب، أنت لا تستغرب أنه الولي المعصوم متصل باللوح المحفوظ. إحنا نشوف بعض الناس العاديين أحياناً أحيان في بعض الأوقات تتصل أرواحهم قلوبهم باللوح المحفوظ، فيأتي ببعض المغيبات، مثل تشايفين الرؤى الصادقة، الأحلام الصادقة. في عندنا خب أضغاث وأحلام، في عندنا أحلام ليس لها واقع، لكن هناك أحلام لها واقع. شخص يرى حادثة بعد أيام تحصل نفس تلك الحادثة، وبالقرآن الكريم أشار إلى ذلك. في سورة يوسف سلام الله عليه، الملك لما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أو سبع سنبلات، خب هذه رؤية صادقة، هذه رؤية صادقة فعلا وحصلت فعلا. الرؤية طبعا كان فيها رموز، وهذا شيء طبيعي كما يقول العلماء، لأن النفس الإنسانية متأثرة بالحس، يعني نفس الإنسان متأثرة بالحس في عالم الدنيا، في عالم الدنيا تتأثر بالمحسوسات كثيرا، ولذلك حينما تصل إلى المجردات تتصرف هذه النفس في المجردات وتقولبها في قالب حسي. هنا يأتي دور المفسر. شوف التفسير، التفسير الحقيقي للأحلام كما ذكر بعض الأعلام، العلامة الطباطبائي هم كذلك أشار إلى هذا المطلب في بحث حول الأحلام وحقيقة الرؤى. قال، يقول ملخص ما ذكره، يقول هذا الذي يرى في المنام أشياء واقعية تحصل في المستقبل، يقول هذا له، هذا اتصلت روحه باللوح المحفوظ، أخذ بعض المعلومات من اللوح المحفوظ، يقول هو يأخذها كما هو الواقع، لكن باعتبار أن هذه النفس متأثرة بالمحسوسات كثيرا، فتبدأ النفس بقولبة هذه الأمور المجردة إلى قوالب حسية. شوف هذا ملك مثلا مصر لما رأى الرؤية تلك، هو رأى شنو في الواقع في اللوح المحفوظ؟ رأى سنوات جفاف وسنوات خصبة، لكن باعتبار أن نفسه تأثر بالمحسوس قولبها في قالب محسوس، السنة قولبها في صورة محسوسة وهي صورة البقرة أجلكم الله. هنا يأتي دور المفسر، المفسر العارف، المفسر المضطلع بالتفسير يعرف يرجع الصورة إلى حقيقتها الأولى، جردها من الصورة الحسية. يوسف سلام الله عليه أرجع الصورة إلى حقيقتها وبين الواقع. إذن إذا كان هذا الإنسان العادي بمقدوره أن يتصل باللوح المحفوظ في بعض الأوقات، نستكثر ذلك على الإمام المعصوم، هذا الذي مرتبط بالله عز وجل ولا يفتر لحظة واحدة عن ذكر الله، ذلك مو مستغرب أصلا. إذن لا منافاة بين ما هو مذكور في الكتب وبين ما هو موجود في كتب التفسير وما هو موجود في الروايات الشريفة. هذه آية من الآيات التي تحث على العمل وتلفت النظر إلى أن الأعمال تسجل تثبت. هناك آيات أخرى كثيرة يمكن الرجوع إليها من خلال قراءة القرآن الكريم. أكتفي بهذا القدر. الليلة ليلة مصيبة، ليلة مسلم بن عقيل. مسلم وما أدراك ما مسلم، ثقة الحسين المبرز من أهل بيت الحسين،
الحسين يبعث بمسلم إلى الكوفة ويقول بعثت إليكم بثقتي، أرسلت إليكم ثقتي، ثقة الحسين سلام الله. لكن مصيبة مسلم بن عقيل مصيبة مؤلمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. حينما تتجسد غربة مسلم بن عقيل للمؤمن لا يستطيع المؤمن أن يحبس دمعته، ونحن نبكي على مسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله بكى على مسلم قبل ولادة مسلم. في الرواية عن ابن عباس يقول قال علي عليه السلام لرسول الله يا رسول الله إنك لتحب عقيلا، قال أي والله أحبه حبين، حبا له وحبا لأبي طالب. ثم قال وإن ولده لمقتول في محبة ولدك فتبكي عليه عيون المؤمنين وملائكة الله المقربون. يقول الراوي ثم بكى رسول الله حتى جرت الدموع على صدره، كناية عن غزارة الدموع. رسول الله بكى على مسلم بن عقيل، وكيف لا يبكي المؤمن على مصاب مسلم. تفاصيل قضية مسلم تدمي القلب، تدمي القلب واقعا. بايعه 18,000 على أقل تقدير، بايع الحسين سلام الله عليه. ولكن كما يقول الشيخ المفيد في رواية يقول بعد أن حضر ابن زياد إلى الكوفة، جاء ابن زياد إلى الكوفة، أشاع جو من الإرهاب والتخويف، فصار الناس يجبن بعضهم بعضا. تأتي المرأة إلى ولدها أو أخيها فتقول الناس يكفونك، تأخذ ولدها إلى الدار تقول الناس يكفونك الله، ويبقى مسلم بن عقيل. هل آلاف المؤلفة يبقى معه 30 رجلا، يأتي إلى المسجد يصلي ثم يخرج، يخرج من المسجد يمشي إلى أبواب كنده، يصل إلى أبواب كنده يلتفت وراءه يرى فقط 10، يجتاز أبواب كنده يلتفت لا يرى واحدا منهم، فيمشي بأبي هو وأمي وحيدا فريدا في أزقة الكوفة، لا يدري إلى أين يتوجه. أصابه العطش، ترى الحالة حالة صعبة جدا، الحالة حالة صعبة جدا. يقول واحد من المؤمنين أنا استشعرت هذه الحالة في موقف، يقول سنة من السنوات دعاني صديق في بلد آخر، فسافرت إلى ذلك البلد. يقول لما وصلت إلى ذلك البلد أتصل على هذا الصديق ما يشيل التليفون، يقول أنا ما أعرف أحد ولا أعرف أي منطقة في تلك البلد، لأول مرة أزور ذلك البلد. يقول كل ما أخذ التليفون أتصل به ما يرفع السماعة. يقول فبقيت في حيرة من أمري، ما أعرف وين أتوجه. يقول هذا وأنا في حالة من الرخاء، يقول لكن شعرت باضطراب. يقول في تلك اللحظات تذكرت مسلم بن عقيل بالكوفة. الله، مسلم يمشي بالأزقة يصاب بالعطش بأبي هو وأمي، يرى امرأة عجوز على باب دارها طوعة رضوان الله عليها، التفت إليها قال أمت الله اسقيني ماء. دخلت الدار جاءت بالماء بقدح الماء، أخذ مسلم قدح الماء شرب من الماء ثم أعطى القدح طوعة، طوعة دخلت الدار، مسلم جلس عند باب الدار، طاعة
طوعة بعد دقائق خرجت، وإذا تشوف مسلم جالس عند الباب. التفتت إليه قالت: يا هذا، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن ما جلوسك عند باب داري؟ انطلق إلى أهلك. شوف، هاي كلمة أهل، كلمة أهل فطرت قلب مسلم، لأنه تذكر الحسين وآل الحسين. بقى يبكي، دموع جرت على صحن خديه. التفتت إليه قالت: يا هذا، ألم تسمع؟ قم وانطلق إلى أهلك، لا أحل لك الجلوس على باب داري. قالت: شربت الماء، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت لجنا، جنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب لأهلك، دروح القمر غرب والنجم دا، روح بعجل لأهلك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدموع بخدك تسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل. قالها: غريب ولا أهل عندي ولا دا. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عمي علي ومسلم أنا اللي يذكرونه، مخذول ومسيت ببلدكم ما لي انصار. قالت: انت مسلم ابن عقيل؟ انت مسلم ابن عقيل؟ قال: نعم. فتحت الباب، قالت: على الرحب والسعة، افردت له دار، افردت له بيت. البيت في اللغة العربية باصطلاحنا الحجرة. افردت له بيت، جاءت إليه بالطعام والشراب، لكن أسألكم سؤال: هل ذاق مسلم شيئا من الطعام؟ لا والله، لأنه مغموم مهموم يفكر في حال الحسين وآل الحسين. بقت تلك الليلة قائما قاعدا راكعا ساجدا، يتلو شيئا من القرآن تارة ويناجي الله عز وجل أخرى، حتى أصبح الصباح. الله، كان لطوع ولد كان عينا لابن زياد يسمى بلال، رأى طوع في تلك الليلة تكثر من الدخول والخروج إلى ذلك البيت، سألها، أخفت عليه، ألح عليها، أخذت عليه العهود والمواثيق، أخبرته بالخبر. يقول الراوي: ما أصبح الصباح إلا واللعين على قصر، على باب قصر الإمارة ينادي: البشارة، البشارة يا أمير، إن أمي تجير الأعداء. استبشر ابن زياد، التفت إلى محمد بن الأشعث قائلا له: امض الآن وأتني، وأتني به. جاء ابن الأشعث مع مجموعة من الرجال إلى دار طوعة، وكان مسلم جالسا، وإذا به ينهض مسرعا إلى سيفه. صاحت به طوعة: إلى أين يا مسلم؟ قال: أمت الله، أما تسمعين قعقعة اللجم وصهيل الخيل وزعقات الرجال؟ أخاف أن يهجموا علي في الدار فلا يكون لي متسعا لقتالهم. بينه وكذلك، وإذا بالقوم قد تكالبوا على الباب، فشد فيهم مسلم: عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. يقول الراوي: وكان ضخم الساعدين، فمد يده إلى الباب فاقتلع، إلا شد الغضام فرمي زارا،
والباب طاعة زلزلة ينادي المنية لالفت يا مرحبا بها ويا شد الغضم فرمزارة والباب طاعة زلزل ينادي المنية لالفت يا مرحبا بها ويا اجي الكتيبة وينتخي بسيفة ويردها على ورا اجي الكتيبة وينتخي بسيفة ويردها على ورا الجناح ذب على القلب والمساء والميمنة على المسار لا برك سيفة رعدت الجموع والهاط الجارة من دم كل ثنجرة ودموع كل مدللة أخذ يقاتلهم حتى صبغ الأرض بدمائهم وضج الناس من كثرة القتلى فبعث ابن الأشعث إلى ابن زياد أن مدني بالخيل والرجال فكتب إليه ابن زياد ويحك يا ابن الأشعث أرجل واحد يقتل منكم هذه المقتلة العظيمة فكتب إليه ابن الأشعث يا ابن زياد أو تظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة إنما أرسلتني إلى بطل همام وسيف صمصام من آل بيت خير الأنام عظم الله أجوركم فمده ابن زياد بالخيل والرجال فأحاطوا بمسلم فأخذ يشد فيهم كالبطل الغضب كالليث الغضبان عظم الله لكم الأجر وهو يرتجز ويقول آليت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى قالوا لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والنفاق عظم الله لكم الأجر أصابه العطش الشديد فأسند ظهره للجدار ليستريح ساعة فعمدوا إلى تلك الحيلة حفروا حفيرة وغطوها بالدغل والتراب ثم جاءوا نحو مسلم فهجم عليهم كالليث الغضبان فلما وصل إلى تلك الحفيرة انجفلوا من بين يديه فوقع في وسطها ألا من مناد ومسلم فتقدم إليه ابن حمران آجركم الله فضربه بالسيف على عرنين أنفه حتى سط السيف في شفته العليا فبراها وسالت الدماء على كريمته ألا من مناد ومسلم فاحتوشوه من كل صوب ومكان هذا يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمحه آجركم الله هذا وطوعه تنظر إلى مسلم بتلك الحالة المروعة وطوعة تصيح على السطح وجه الكسي ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح بالحفي ما اريد شاب ساكت في المجلس ترى مسلم ابن عقيل شاب في مقتبل العمر في الثلاثينات من عمره ما اريد شاب ساكت في المجلس واسي فاطمة في مصابها
واسي الحسين في مصابه اويلي وطوعه تصيح على السطح وش هالكسير ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح بالحفيره وقادوه مثل الطير مكسور الجنا صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي في شبيدي وانا حرمه وضعيفه وما اقدر اويلي اويلي ساعد الله قلبك يا ابا عبد الله صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي في شبيدي وانا حرمه وضعيفه وما اقدر احمي لو يتركونك شان فت قلبي ودا شان سلمت من كيدهم سلم على قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلام اوصيت شان بهالبلد طبا ويتا قولي لهم مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون الا تجيكم يا طوع مخدرة حدا وينهم السادة وينهم السادة صيح اهوى زينب عمتكم زينب بالكوفة اسيرة اجيكم يا طوع مخدرة حيدار اهوى زينب حيدار علاكم جني اراها بهالسكك بيتامي بيتامها تدوم حسرة على الهزل وراس حسين اين المنادي وحسينا حسرة وراس حسين فوق الرمح فوق الرمح مشهور سيدي يا أبا صالح اعذرني على هذا المقطع اعذرني على هذا الشطر ختام هذا المقطع تدخل على ابن زياد وياها النساويين ألا من مناد وزينب يتيمة من صغار سني صرت في دنيا غدارة هاي منو يتيمة حميدة حميدة يتيمة مسلم ابن عقيل تعالوا ياي استمع إلى الحوار بين حميدة ورقية حوار حوار بين حميدة ورقية يتيمة من صغر سني صرت في دنيا غدارة أبو ينذبح في الكوفة وغابت عني أنوارة أبو ينذبح في الكوفة وخلاني بلا والي بقيت أترقب رجوعة وقلبي من الفرح خالي لكل طفلة أبو أنظر ولا عندي أبو قبالي ترى هذا المشهد يفطر القلب أنا يوم من الأيام شفت بالعراق عند مشهد الحسين طفلة يتيمة طفلة يدللها أبوها وأكو طفلة صغيرة تنظر إلى المشهد وتبكي اتعجبت من هذا المشهد قصدتها لما تبكين قالت أنا يتيمة الله أبو ينذبح في الكوفة وخلاني بلا والي
بقيت اترقى برجوعه وقلبي من الفرح خالي. لكل طفلة أبو أنظر ولا عندي أبو قبالي، تركني للهضم بعده وغابت عني أخباره. اسمع رقية حميدة امسحي دمعك ترى علينا اليتم مكتوب، إذا مسلم برض كوفة سمعتي بالحبل مسحوب. أنا قبال الأبو شفته من دموم النحر مخضوب، وكل ما أنظر الراس أصير بأمي محتارة. اسمع حميدة رقية أدري عن هميك وأدري بكربلة صعبة، شفت فيها اللي شفتينا جثث من دمها متخضبة، بس اللي كسر قلبي أبويا بديرة الغربة، بس اللي كسر قلبي أبويا بديرة الغربة. تمنيت انذبح يمه قبل لا دمه يتجارى. اسمع رقية الله يحفظ الشاعر سلمان جمعة الكراني يقول حميدة لا تلوميني مصاب حسين فتح شاي، ونينة بعد في سمعي على الغبرة يريد الماء. تمنيت انذبح وياه لو يبقى ذخر وياي، حميدة لو يخيروني معاه الموت أختار. أجابتها حميدة تعالي يا رقي انسيل دمعتنا على الأحباب، أبو ينذبح في الغربة وأبوك قبال عينك غاب، وأبويا من القصر ذبوه وأبوك بسهم قلب انصاب، وأبويا من القصر ذبوه وأبوك بسهم قلب انصاب، بس أعظم مصاب حسين خلى الدنيا محتارة. فقط هذا المقطع على لسان رقية وهي تخاطب حميدة، مصايب كربلاء هدت كياني وجرحت الإحساس، أشوف الموت قدامي بعد حسين والعباس، علامة موتي حفظيها إذا جابوا إلي الراس، علامة موتي حفظيها إذا جابوا إلي الراس، أموت بديرة الغربة وقبري تسطع أنوارا. حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، فرج عنا فرجا عاجلا غير آجل. قبل الدعاء هناك دعوة لجمع تبرعات للأيتام لجمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، والموضوع التبرع للأيتام في ذكرى واقعة الطفل أليمة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله محضرة. عندنا مجموعة من المرضى في أمس الحاجة إلى الدعاء، حالات صعبة جدا، مصابة بالمرض الخبيث، الله يجيركم يجير جميع المؤمنين والمؤمنات. نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء اكشف السوء والبلاء عنا بجاه نبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية، واردد علينا منه السلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم ومن أراد الإيمان وأهل الإيمان بسوء فارده، ومن كادهم فكده. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، لا سيما المنظورين، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك قيد أسرانا. اللهم إنا نحب الحسين وعمل الحسين، فأشركنا في عمله، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين يوم الورود. اللهم أخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. مأجورين جميعا. ليلة غد إن شاء الله وجبة العشاء للرجال فقط، وبعد قليل سيخرج العزاء خارج المأتم. مأجورين.